معكم الدكتور أشرف البدري، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى المواساة بالرياض. قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المواساة بالرياض يناظر ويعالج كل حالات جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري طبقا لأحدث طرق الفحص والعلاج على مستوى العالم، وتشمل إصابات الرأس والعمود الفقري، الانزلاقات الغضروفية الخاصة بالعمود الفقري من فقرات عنقية وصدرية وقطنية، أورام العمود الفقري والحبل الشوكي، أورام الغدة النخامية بأنواعها، أورام المخ والأعصاب المخية باختلافها. وللتشخيص هذه الحالات يبدأ بالكشف الكلينيكي المفصل للوقوف على المشكلة بالجهاز العصبي والحبل الشوكي مستخدمين أدوات معتمدة عالمية. في مستشفى المواساة بالرياض يتم استخدام أحدث تقنيات الجراحية والمتمثلة في استخدام الميكروسكوب الجراحي الأعلى تطورا، استخدام الأشعة المرئية داخل العمليات، واستخدام المنظار الجراحي لإجراء العمليات ذات التدخل المحدود. في قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى المواساة بالرياض نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.